ونعود إلى ناصبي الكويت، حفظ الله الكويت وشعبها. الرجل يقول ولو أن ناصبيا أو خارجيا قال علي بن أبي طالب قتل أو تسبب في قتل 70,000 من أجل أن ينال خلافة وأن يتمسك كما قال أبو المنصب أو بالكرسي، يسكت قليلا هذا الناصبي ويقول لما كان بعيدا. انتبهوا، ضعوا تحتها مليون خط أحمر، لما كان بعيدا. ما معنى لما كان بعيدا؟ يعني كلامه سائغ منطقي، سائغ منطقي أيها الناصبي المعثر، أيها التائه الضال المضل، تضلل المسلمين أيها التائه، تجعل إمام الحق رحمة الله عليه الإمام أحمد بن حنبل وليس من شيعة أهل البيت. على كل حال، سئل عمن لم يربع بعلي في الخلافة، علي هو الخليفة الرابع قولا واحدا، قال هو أضل من حمار أهله. من لم يربع بعلي، يقول الخليفة الراشد الرابع هو علي، فهو أضل من حمار أهله. صاحبنا يرى أن قول الخوارج والنواصب قول غير بعيد من الحق، يقول لما كان بعيدا، قول شبيه بالحق، قول قريب سائغ منطقي مبرر. أن عليا احتقب أيها الإخوة احتقب جرما عظيما أيها الإخوة، وعصب بجبينه دماء 70,000 لأنه كان يبغي الكرسي، يريد الرئاسة، حسبنا الله ونعم الوكيل. لم يقرأ هذا النصبي التائه أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم، حرب لمن حاربكم. لم يقرأ هذا التائه أن النبي أقسم أنه لا يحب أحد قوما ولا يتولاهم إلا حشره الله معهم. ستحشر مع هؤلاء أنت، ستحشر مع معاوية ومع يزيد ومع ابن العربي ومع النواصب، ونسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يكون محشرنا مع علي وآل بيت المصطفى، يتقدمهم المصطفى الأعظم. هذا وهذا إن شاء الله ما سيحدث بفضل الله ومنه. شيء غريب، طريقة غريبة عجيبة في التفكير. نعود أيها الإخوة، القرآن إذن واضح جدا وبين أيها الإخوة، ما تفعله ستجزى به يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، الأمور واضحة. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، كل نفس بما كسبت رهينة. يا فاطمة، يا عباس، يا فلان، هذا نصدقه، لكن في حق غير أهل البيت لا يصدق. لا، ليس لك أن تقول هذا، لهم أن يفعلوا ما شاءوا ونقطع على أنهم من أهل الجنة. أي اعتقاد هذا؟ طيب، هذا أيها الإخوة كان في حقبة تاريخية معينة، كيف تلوثت عقيدتنا نحن عبر القرون؟ ما الذي حصل؟ إذا كان القرآن واضحاً إلى هذه الدرجة وبيناً أيها الإخوة إلى هذا المستوى البعيد المتعلق، لما نتناقض نحن في سلوكاتنا؟ لما نصلي ونزني؟ لما نتعبد ونعلم ونتعلم ونعطي فتاوى بالقتل والتكفير؟ لا يطرف لنا جفن أحد عمال معاوية وعمال المهم أحد عمال معاوية في 6 أشهر استنابه زياد ابن أبي أيها الإخوة قتل 8,000. قال له زياد نفسه، أحدثتكم بهذا، أما خشيت يعني أن يكون بينهم رجل بريء؟ قال لو قتلت إليهم مثلهم ما خشيت. تفضل يا حبيبي، قال لك هذا رضي الله عنه وأرضاه، ثبت أنه باع الخمر رضي الله عنه وأرضاه، ثبت أنه ناكف رسول الله، الرسول قال له اسمح لأخيك، الرسول قال له ناقله نخلة بنخلة، بعه، لا أفعل لا أفعل لا أفعل، يرد أمر رسول الله في وجهه. صحابي جليل، وإن قتل 8,000 وإن قتل أمثالهم وإن باع الخمر وإن ناكف الرسول، حتى غضب الرسول وقال لغريمه افعل كذا وكذا رغما عنه وليخسى، رضي الله عنه وارضاه. كان عظيم الأمانة، يقول ابن سيرين عظيم الأمانة، عظيم الأمانة. وفي ابن سيرين نصب خفي، حتى تعلم الحقائق المرة فيه نصب خفي وانحراف عن أهل بيت رسول الله، شيء لا يصدق. فمن أين أتتنا أيها الإخوة هذه اللوثة؟ من أين جاءنا هذا الانحراف؟ أنا سأقول لكم من أين. من مثل هذا الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه بسنده عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عن أبي موسى، وقبح الله أبا بردة ابنه، وهذا من رجال الجماعة، أبو بردة من رجال الجماعة، قال صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يدفع الله عز وجل، يدفع إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا، يقول له هذا فكاكك من النار. مش أنت مسلم؟ مش عشت مسلم ومت مسلم؟ ما في مشكلة، ماذا فعلت؟ ماذا أتيت؟ خذ هذا ضعه في النار وانت تعال على الجنة.
شيء جميل جدا هذا، ما شاء الله تبارك الله على هذا الدين. من أين يا أبا بردة؟ لا أتهم أبا موسى أنا الأشعري، لكن أتهم ابنه أبا بردة من ريح. يقول قطع الله لسانك يا عدنان، أبو بردة هذا من رجال الجماعة، تعلمون من أبو بردة؟ اقرأوا ما ثبت عنه بشهادة زور من أبي بردة كتبها وباءت بها والعياذ بالله، يمينه الخائنة ولسانه الدنس. قتل حجر ابن عدي راهب أصحاب محمد، كان يلقب براهب أصحاب رسول الله، الذي غضب الصحابة الكبار لموته، وفي رأسهم أم المؤمنين عائشة، وبكتت معاوية كانت تبكته كلما رأته. قتلت حجر تقول له؟ وقال الحسن البصري وقتله حجر فيا ويلا له عن معاوية، فيا ويلا له من حجر، ويا ويلا له من حجر، ويا ويلا له من حجر. وذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق أن معاوية لما كان ينزع كان يهذي ويقول إن يومي من حجر لطويل، إن يومي من حجر لطويل. قتل صبرا، أخذوا هكذا قطعوا رأسه وذبحوا هكذا، صحابي جليل راهب أصحاب محمد. قتل مع سبعة، سابعهم أيها الإخوة عبد الرحمن بن حسان هذا العنزي، دفنه زياد حيا، حيا بأمر معاوية. معاوية قال له والله لأقتلنك قتلة ما قتلها أحد، بعث وقال له اقتله قتلة لم يقتل أحد، فدفنه حيا. تاريخنا هذا، تاريخنا الثابت للأسف الشديد. طيب ما الذي يحصل؟ لماذا؟ قال لك بشهادة أول من باء بإثمها وجرأ الناس عليها أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، كتب يقول أشهد لله. تسمعون الآن يقول شهادة لله، أبو بردة يشهد لله، قال أشهد لله العظيم أن حجرا، يعني حجر ابن عدي، أن حجر ابن عدي قد نزع الطاعة وفارق الجماعة وسب أمير المؤمنين عن معاوية وفعل وفعل، وأنه كفر كفرة صلعاء وأتى فعلة شنعاء. هذا هو الكفر، انتبهوا، تعرفون ما هو الكفر؟ إنك أنت لا تطيع الأمراء الظلمة، إنك أنت تنكر عليهم، تلعن إيه؟ من لعنه الله، هذا كفر عند أبي بردة. فتتابع الشهود الزور بعد ذلك على مثل شهادة أبي بردة، وقتل هؤلاء الأماجد بشهادة أبي بردة. والله قبلت حديثك يا أبا بردة، صدقتك أنا، لأن الجماعة رأوا لك. لن أصدق هذا، لن أقبله، هذا الحديث كذب على رسول الله. ذهب العلماء يتأولونه، قرأت ما يتأوله العلماء، كلام طويل عريض حقيقة غير معقول وغير مفهوم، كلام فارغ. قال الله تعالى وكم اتخذنا كلامه ظهريا، جعلناه كلاما مهجورا، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. يا جماعة بالله الذي لا إله، لقد ركبنا ونركب سنة الذين كانوا من قبلنا، صرنا كاليهود والنصارى. اليهود والنصارى ماذا قالوا؟ لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. نحن نقولها ما يدخل إلا مسلم وبس، وعلى طريقتنا، قل كلمة الشهادة وخلاص موت عليها، أنت في الجنة بإذن الله تعالى، محرم عليك النار، في صحيح مسلم من حديث عبادة ابن الصامت، محرم، حرم الله عليه النار، محرم. ذهبوا يتأولونها أيضا، تأويلات يعني أقرب قليلا للحق، وفيها أربع تأويلات لا يتسع المقام لذكرها، أربع تأويلات لعياض وللحسن البصري وسعيد بن المسيب، وتأويل رابع أيها الإخوة لم يعز إلى قائل. أربع تأويلات، أربعة تأويلات، لكن المقام يضيق عن ذكرها، ما إلى حد ما يمكن أن يؤول بتكلف. أما حديث يهودي فداؤك هذا قربان لك، تضعه في جهنم وتذهب إلى الجنة، نصراني تضعه في جهنم وتذهب إلى الجنة، هذا تفكير كتابي، تفكير إسرائيلي هذا. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصرى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، الآيات كما تعرفونها من سورة البقرة، أليس كذلك؟ هذا هو القرآن، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. والنكرة في سياق النفي ماذا؟ تعم، أصبحت العامة تعرف هذه القواعد الأصولية، النكرة في سياق النفي، عفوا في سياق الشرط هنا، طبعا في سياق النفي تعم، وهنا في سياق الشرط، من يعمل سوءا يجز به، ليس قتل 70,000، ليس سبي المسلمات، ليس 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 أي سوء ستجزى به، من يعمل سوءا يجز به، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون
نقيرا. هذا القرآن، ما أجمل هذا الدين، ما أحق هذه العدالة وأعدلها وأبهاها وأسناها والله العظيم. وما أغرب هذا الكلام، يهودي فداؤك من النار، نصراني فداؤك من النار، اذهب غفر الله لك. هذا يرويه مسلم عن أبي بردة، ويروي مسلم في الإيه؟ في الموضع ذاته أيها الإخوة أن أبا بردة حدث بهذا الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عمر صدم طبعاً، إيش الحديث هذا؟ فعلاً؟ يهودي ونصراني قربان عنا يعني؟ نخش الجنة إحنا هيك مباشرة؟ ما أسهل الجنة، ما أزهدها. النبي يقول سلعة الله غالية، لا 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 لا، رخيصة جداً جداً جداً، والله من غير عمل، فقط قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، افعل ما تشاء. اليهودي فكاك من النار، النصراني قربانك، انتهى كل شيء. فاستحلفه عمر بن عبد العزيز بالله، قال له بالله الذي لا إله إلا هو، أنت سمعت أباك يحدث بهذا حر رسول الله؟ قال له نعم. حلف له ثلاث مرات. أقول عمر العزيز كان عليك يا راشدنا، ولا أدري هل صدقه، يبدو أنه لم يصدقه والله أعلم، كان عليك أن تتذكر ما فعل أبو بردة. أبو بردة الذي يقول لم أدخل على معاوية مرة وحجبني، كيف يحجبك يا أبو بردة؟ وأنت الذي شهدت شهادة الزور، وأنت ابن صحابي جليل على حج بن عدي وأصحابه فقتلوا، أعطيته سكينا مرهفة قتل بها أصحاب رسول الله، يا حبيبي كيف يحجبك؟ تعرفون أبو بردة هذا أيها الإخوة؟ كان يأتيه قاتل عمار فيقول مرحبا بأخي. قاتل عمار الذي قال فيه الرسول الحديث الصحيح قاتل عمار وسالبه في النار، هو يقول له مرحبا بأخي. وروي عنه أنه قال له مرة أبشر بالجنة، مناكدة رسول الله ومناقضة رسول الله. الرسول يقول قاتل عمار وسلبه في النار، قال أنا بقول لك أبشر بالجنة. أبو بردة صدقناك يا أبو بردة، أنت قسيم الله في الجنة والنار، ما شاء الله لورعك وتقواك يا رجلا من رجال الجماعة، يا من أخرج له شيء كما يقال بالعامية يضع المخ على الكف، العقل على الكف، لا يكاد يصدق أيها الإخوة. هذا يروي لنا هذا الحديث الإسرائيلي، كونوا على يقين، هذه إسرائيليات، هذه مش محمديات، انتبهوا، هذه مش قرآنيات، قرآن واضح جدا جدا. ها؟ وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. والله لا أبوك ولا أمك ولا الرسول ولا أحد سيحمل عنك شيئا، والله العظيم لا تحملن وزرك وحدك برأسك. فإياكم يا إخواني، أنا أقول هذا لفائدتي على الأقل على حياتنا العقدية والمسلكية، والله العظيم لا تغترن ولا تذهلن عن دينكم، لا تغترن بالله تبارك وتعالى، هذا تغرير وهذا تضليل. سيقول أحدكم ولكنني عامي جاهلي، هكذا علمونا. أقول لك والله عندك عقل، الله عز وجل سيقول لك لأحاكمنك بعقلك وفهمك، فهمك الذي يستند إلى أصول واضحة في كتابي، وليس لك حجة عند الله، مثل حديث الإمام علي عليه السلام في الأمير الذي أرسله الرسول في غزاة في سرية، فقال لهم أوقدوا نارا، تعرفوا الحديث الصحيح، ادخلوا فيها، تردد الصحابة ندخل ندخل، لم يدخلوا، كانوا أذكياء، وشكوه إلى الرسول، فقال رسول الذي نفسي بيده لو دخلوها ما خرجوا منها. النبي لم يقل اجتهدوا فأخطأوا، أنا أمرتهم، طاعة الأمير طاعة لي، طاعته من طاعتي، لم يقل هذا النبي، فاجتهدوا المساكين ودخلوا النار. النبي قال لا أقسم، قال لبقوا فيها في نار جهنم أيضا. تعرفوا لماذا؟ لأنهم عطلوا عقولهم. إيه أنا أمرتك أن تطيع الأمير، بس عليك أن تفهم وحدك أنه لا طاعة له إلا إيه؟ إلا في مرضاة الله. لا تدافع عنه، لا تبرر، لا تكذب على الناس. لذلك في حديث ذكرنا مرات نتركه، حديث ابن عبد رب الكعبة قال له فإن ابن عمك معاوية في صحيح مسلم يأمرنا أن نقتل أنفسنا، هذا هو أسأل إلى المسلمين، وأن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، أصرح أين؟ في صحيح مسلم، مش شيعيات ورافضيات وكتب تاريخ وأدب، في مسلم. فسكت ساعة، نكس برأسه، ثم قال أطعه في طاعة الله وعصه في معصية الله، هذا الحق، وإلا تدخل النار يا حبيبي، تدخل النار في عقل هنا، في فهم، في قرآن تتلوه أنت كل يوم، عليك أن تعود إلى كتاب الله.